السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم فطور صحي لذيذ جدا، أتمنى بسيط، أتمنى ينال إعجابكم إن شاء الله يا رب، وإليكم في هذه الوصفة إن شاء الله يا رب. سأقدم لكم فطور صحي إن شاء الله. هذا نوع من أنواع الخبز إحنا بنشتريه، بنعمل هيك عويش الغاز ونقلبه هكذا. بجيبه عادة فروزن، بكون زي هيك يعني مجمد، وبقلب عوجه الغاز القلاية بتكون ارتفاع، وتقلبيه من غير إضافة أي دهون أو أي شيء. وممكن تضيفي على وجهها جبنة بعد ما تستوي، فبصير عاملة زي البيتزا. يعني طريقة تانية برضو تكون شبه عجينة فروزن، تعمليها زي البيتزا فيصبح هكذا مثل هذا. هذا الفطور. هذه طبعا قطعت طماطم وخيار، بتقدر تحطي كمان خضروات اللي بتحبيها، أجبان مع شوي تركي مجمدة باردة، طمراوي وتومة، قليل من الزيت، زيتون، وكان البيض المسلوق. وكان هذا الفطور لهذا اليوم، فطور صحي خفيف، أتمنى قد ينال إعجابكم ورضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.